الحادي عشر والانطلاق ونقل كروزما رأي المعلقين في سباقات الهجن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، نتواصل معاكم من هذا الموقع ومن دولة الكويت الحبيبة. شوط ينتهي وشوط ينطلق. منذ لحظات انطلق الشوط الحادي عشر في مجموعة الأشواط في سباق هذا اليوم، والشوط الحادي عشر خاص بالإبكار الثنايا. انطلاق سليم، انطلاق موفق بعون من الله وتوفيقه ومتابعة دقيقة من اللجنة المنظمة لهذه البطولة القالية على قلوبنا. نسير في هذا الشوط للفائز الأول سيارة، في هذا الشوط بقية المراكز جوائز نقدية قيمة. نعود بكم مباشرة إلى مقدمة الشوط اللي استفتحت إذاعة الشوط ضجة في مقدمة الشوط في هذه اللحظات، السيد علي بن خليفة الغويص السويدي القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتحديدا من إمارات رأس الخيمة. ننتقل إلى المركز الثاني، هنا متواجد المركز الثاني، الخليجية وصلت في هذه اللحظات وانتقلت إلى المركز الثاني، المملوك للسيد راشد ابن هديبان المري اللي ترقص على أرضية ميدانها في هذه اللحظات، نقل إلى المركز الثالث. هناك متواجدة من الجهة الأخرى مياسة في هذه اللحظات، السيد سالم بن علي الصعاق المري القادمة من دولة قطر الشقيقة ومن ميدان الشحانية كتشارك بهذا المهرجان. في ميادين السباق خليفة الغويص السويدي له بصمة كبيرة، يحتل المركز الثاني مع ضجة في المركز الثاني والمركز الثالث. يلا يا سالم يا بن علي الصعاق يا المري، قادم مع مياس في المركز الثالث. الله، المجموعة الأولى ثلاث بكار في المجموعة الأولى مع نوف ومع مياس ومع ضجة. ننتقل في هذه اللحظات مع مصورنا العزيز يعطينا المجموعة الثانية، نجد حوالي أربع بكار في المجموعة الثانية. ووصل بن هيان، وصل حربي بن حمد بن هيان العمري يا سلام، معالي عالي عالية، باحثة عن المركز العالي وباحثة عن السيارة هذا الشوط اللي محتلة المركز الرابع. ننتقل مع المركز الخامس، الخليجية في المركز الخامس، راشد بن هديبان المري. يا سلام يا بن هديبان يا المري، وانت دائما شعارك في كل ميدان يا بن هديبان. ووصل الله يا محمود، يا سلام عليك يا محمود. الله مع الغربية، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري اللي كسب بهذا المهرجان سبع رموز رئيسية. هذا الشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. يا سلام، وقعنا وين يا بسام؟ وقعنا وين؟ دخلنا في الكيلو. الله 800 متر أخيرة، وتحركت الخليجية، طلقت الخليجية، بدعت الخليجية، ولكن ضج علي بن خليفة الغويص السويدي. يا السويدي، أهالي جلفور، أهالي السوان، أهالي راس الخيمة يترقبون السلام. وهالي الهير وصلت عالية. حربي بن حمد بن هيان العامري وصلوا أهل القربية. يا السلام، عمالقة بن هيان وبن زايد، يا السلام. الله يا القربية اللي تجر الشوط جر لي عليها الامر، يصرف الخير لو يزر اختامها الركيب زر كانها تسمع نداء من حد غير. تهانينا، الف مبروك محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الثاني، للسيده حربي بن حمد بن نيان العامري المركز الثالث، الخليجية في المركز الثالث، راشد بن هديبان المري المركز الرابع، ضجة علي بن خليفة الغويص السويدي تلت المركز الرابع. نعود الآن بالتهنية. ألف المركز الخامس، المركز الخامس فجر شهدي الأعزاء سليمان بن صالح المقيري. هذه نتيجتنا خمس المراكز الأولى. نعود بالتهنية والناموس إلى محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ونعود بالتهنية إلى السيد محمود بن محمد الوهيبي مضم القربية، والكلمة مع الزملاء في الاستديو التحليلي.